السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أخرى صحيح انتهت الرحلة في المركز الرابع، لكن شرفتم كل المغاربة والجميع السعداء بما حققتم. هل أنتم راضون على هذا المركز الرابع أم كنتم تتمنون أكثر وأحسن؟ لا، احنا كنا كنتمنى اولا اننا نلعبوا النهائي والفوز باللقب، لما لا نظرا للمستوى الكبير اللي دار به المنتخب المغربي. اليوم دخلنا المقابله على هدف واحد هو احراز ميداليه اللي نقدروا نفتخروا بها السنوات الجايه مع وليداتنا، مع الشعب ديالنا، مع سيدنا الله ينصرو. كنا بغينا نهديو هذه الجائزه، ولكن كنظن بان بدايه ديال المقابله اليوم ما بديناش مزيان على غير العاده، ولكن الحمد لله حتى واحد ما كان كيتوقع ان المنتخب المغربي غادي يبدا البطوله من الاول ديالها وغادي يمشي حتى لاخر يوم ديال البطوله. كنظن هذا الشيء اللي درناه انجاز اللي هو كبير. الان ما حسيتش بهذا الشيء اللي درناه، ولكن من بعد اسبوع ولا شهر ولا سنه كنظن بان الكل غادي يتذكر، ولا بعد سنوات طويله الكل غادي يتذكر هذا الانجاز الكبير اللي داره المنتخب المغربي. كنظن بان ماشي سهل على اي منتخب عربي في كؤوس العالم الجايه على انه يكون في مقابله ديال الترتيب ولا النهائي. حنا كنا قاب قوسين اننا نمثلوا العرب والافارقه. ما بغيش ننسى على انني نشكر جميع الشعب العربي اللي كان دائما في ظهرنا، الجمهور الافريقي، ولكن الشكر الكبير للجماعه المغربيه اللي كانت متواجده هنا في قطر ولا في جميع انحاء العالم. كنا كنشوفوا لي فيديو، صراحه الفرحه الكبيره ديالنا هو اننا ملي كنشوفوا ناس كبار، ناس امراض، ناس دراري صغار كيبكيو، هذا هو الهدف ديالنا. الحمد لله. بالنسبه لي انا غادي نهضر لك على واحد الحاجه اللي شخصيه، كنظن من هنا الأربع شهور ولا هذا كنت كنفكر أنني نحبس الكورة. الشكر الكبير كيرجع لهذا السيد اللي كان اللي خلاني واحد من بين الأبطال اليوم، اللي اليوم كيصرفوا الراية ديال المنتخب الوطني. دزت من فترة صعيبة، ولكن ربي دائما كيعاودك في شي حاجة اللي مزيانة. الإيمان ديال ربي كان كبير، والدور ديال العائلة ديالي الكبيرة ولا الزوجة ديالي كان مهم في واحد المسار ديال الحياة ديالي. أنا اليوم أكثر إنسان سعيد لأنني دخلت للتاريخ ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي. كنبغي نشكر أي واحد وقف معايا في هذيك الفترة لأنني كنت محتاج تسافري، لأنك ماشي ساهل كتنعس بالليل كتفكر واش غدا غادي تصبح تشوف ولدك ولا لا. هادشي كنت كنعيشو، ولكن حتى واحد ما قدرت نقولو ليا، حتى الناس اللي قراب ليا، مراتي ولادي، ولكن ربي كبير الحمد لله. أنا اليوم كتجوز مع بلادي، صرف لي أنني اليوم من بين هاد الجيل الرائع. كنبغي نشكر كل واحد ساهم في هاد الإنجاز الكبير، لاعبين، ستاف، جامعة، سيدنا الله ينصرو اللي كان دائما على اتصال بالمنتخب الوطني، والحمد لله. فخورين بكم، فخورين. يخليك خويا عمي. شكرا جزيلا. ما نساوش، شكرا لدولة قطر على هذا التنظيم الكبير الصراحة اللي شرف كل العرب، ملاعب في المستوى، أماكن اللي ممكن يروح لها الناس اللي استمتعوا، اللي كانوا واخدين واحد النظرة خايبة على قطر. اليوم كنظن بأن الكل غير رأيه. احنا كنفتخروا بان احسن كاس العالم داز. شكرا جزيلا. عوده اليكم من جديد بعد التصريح المؤثر لبدر بانو.